بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في جامعة الدمام، وكالة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية، خدمة المجتمع. النهاردة إن شاء الله نبدأ محاضرتنا الخامسة. بدأنا في المحاضرة الرابعة، المحاضرة اللي فاتت، في موضوع جديد اسمه قرارات إدارة الإنتاج والعمليات. بدأنا في النقطة الأولى، وهي مفهوم القرارات واتخاذ القرارات. الحقيقة اتكلمنا في النقطة دي عن حاجتين: عن مفهوم القرار، قلنا إن القرار ما هو إلا اختيار ما بين الحلول البديلة لو أنا كنت باخد قرار بخصوص مشكلة، عايز أحل مشكلة، فهختار ما بين أكتر من حل بديل زي ما قلنا المرة اللي فاتت. القرار ممكن يكون اختيار ما بين سبل للعمل أو طرق للعمل عشان أقدر أوصل للهدف المراد تحقيقه. ما احنا قلنا المرة اللي فاتت مفهوم القرار هو اختيار ما بين حلول بديلة لو أنا بتكلم عن مشكلة، هو اختيار ما بين سبل العمل أو طرق للعمل علشان أقدر أوصل للهدف المراد تحقيقه. بعد كده اتكلمنا عن عملية اتخاذ القرار. الحال المرة اللي فاتت اتكلمنا في عملية اتخاذ القرار، قلنا إن هي عبارة عن مجموعة من المراحل. أول مرحلة بحدد فيها تحديد إما المشكلة اللي أنا محتاج إن أنا أحلها، أو بحدد فيها الهدف المراد تحقيقه. وقلنا إن المرحلة دي بتاخد 50% من وقت عملية اتخاذ القرار. واتكلمنا ساعتها وقلنا لو أنا حددت المشكلة غلط أو حددت الهدف المراد تحقيقه غلط، كل الخطوات التالية لخطوة تحديد المشكلة أو الهدف المراد تحقيقه هتتوجه في طريق أو نحو اتجاه خطأ، وهيضيع مني مجهود مادي ومجهود بشري وخلافه. ادينا الأمثلة على الكلام ده. الحقيقة النقطة التانية أو الخطوة التانية من عملية اتخاذ القرار قلناها المرة اللي فاتت هي تحديد بدائل الحل أو سبل العمل اللازمة لحل المشكلة، أو يبقى بدائل الحل اللازمة لحل المشكلة أو سبل العمل اللازمة لتحقيق الهدف. بدأنا في الكلام ده المرة اللي فاتت، فكركم خلال السلايدز. يبقى الخطوة التانية كانت تحديد البدائل أو سبل العمل التي تكفل علاج المشكلة أو تحقيق الهدف. المرة اللي فاتت قلنا نفترض إن احنا عندنا مشكلة، وهي وجود عيوب فنية في الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج. بعد ما عرفنا احنا اخدنا ايه المرة اللي فاتت، عايزين نوضح الخطوات علشان حضرتك تفهمها كويس. يبقى احنا المرة اللي فاتت قلنا ان اول خطوة هي تحديد المشكلة. قلنا ان كان عندي مشكلة او شيء معين في المنظمة، والحقيقة قلنا ان ده ما كانش مشكلة، ده ظاهرة. الظاهرة دي كانت عبارة عن زيادة نسبة الفاقد. المنظمة فيها مشكلة انه اثناء الانتاج نسبة الفاقد من المواد الخام زادت بشكل ملحوظ. جميل. بعد كده قلنا ان الظاهرة دي ناتجة عن مشكلة معينة. طيب ايه هي المشكلة دي؟ قلنا ان المشكلة هي وجود عيوب في الآلات. قلنا إن الآلات فيها عيوب، وده بيؤدي إلى فقد كمية من المادة الخام أثناء التصنيع، بيحصل عملية تسريب، بتتصنع غلط فبضطر أرميها كفاقد إلى آخره. قلنا إنه علشان أحل العيوب الفنية اللي في الآلات والمعدات، أنا في الخطوة التانية هي تحديد البدائل لعلاج المشكلة. يبقى أنا في الخطوة التانية، دي كانت الخطوة الأولى وهي تحديد المشكلة. الخطوة الثانية أنا حددت فيها
تحديد بدائل حل المشكلة. تعالوا ناخدهم بديل بديل. قلنا إن البديل رقم واحد إنشاء جهاز فني متخصص للصيانة والإصلاح. أنا هنشأ جهاز عندي في المنظمة وظيفته إنه يعمل صيانة وإصلاح لأي آلة تعطل بعد كده، فلما هصلح الآلات المشكلة بتاعتي هتتحل. يبقى أول حاجة جهاز متخصص للصيانة بالمنظمة، ده أول بديل، وهنسميه البديل ألف طالما احنا مسمينهم ألف وب وجيم ودال وهم. البديل ب أو البديل التاني هو استبدال الآلات المعيبة بأخرى جديدة من نفس النوع. يبقى البديل التاني استبدال الآلات المعيبة بجديدة من نفس النوع. يعني أنا هشتري آلات زي القديمة بالظبط، مش هشتري أحدث منها أو هشتري نوع آخر من الآلات إلى آخره. طب إيه هو البديل جيم أو البديل الثالث؟ البديل الثالث كان تدريب عمال الإنتاج، تدريب عمال الإنتاج على اكتشاف وإصلاح الأعطال. يبقى أنا هنظم دورة تدريبية أو هستعين بخبراء يدربوا عمال الإنتاج علشان يكتشفوا إنه في عطل في الآلة، مش بس كده يقدروا يصلحوه كمان، ودي حاجة جميلة. وده كان البديل الثالث، البديل جيم. طب البديل ده أو البديل الرابع؟ البديل الرابع قلت عشان أحل المشكلة وهي وجود عيوب في الآلات، هي إحلال الآلات والمعدات المستخدمة بأخرى أكثر تطورا. يبقى إحلال الآلات المستخدمة بآلات أكثر تطور. جميل. طيب إيه هو البديل ها أو البديل الخامس؟ البديل الخامس هو عدم فعل أي شيء. أنا ما أعملش أي حاجة، عدم فعل أي شيء. عايز أقول لكم إنه البديل ب هو استبدال الآلات المعيبة بآلات جديدة من نفس النوع. هشتري آلات بالظبط زي اللي عندي. البديل ده لإحلال الآلات المستخدمة بآلات أكثر تطورا. لأ، أنا هشتري آلات أكثر تطور من الآلات اللي عندي. يبقى زي ما احنا شايفين في الخطوة الأولى حددت المشكلة، في الخطوة التانية حددت البدائل اللي ممكن تحل المشكلة دي. طب ايه هي بقى الخطوة التالتة؟ الخطوة التالتة هي تحليل وتقييم النتائج المترتبة على كل بديل. ازاي؟ يبقى تحليل وتقييم النتائج المترتبة على كل بديل. هقول والله انه عندي حاجتين، عندي عائد وعندي تكلفة. لو عملت جهاز متخصص للصيانة بالمنظمة ده هيحللي 100% من المشكلة وهيكلفني 60,000 ريال. جميل. طيب لو استبدلت الآلات المعيبة بجديدة من نفس النوع ده برضه هيحللي 100% من المشكلة وهيكلفني 100,000 ريال. طب لو دربت عمال الإنتاج وده البديل التالت على اكتشاف وإصلاح الأعطال، ده هيحللي 100% لأن مجرد ما يحصل عطل العمال هيكتشفوه وهيصلحوه وهيكلفني 50,000 ريال. ممتاز. طب البديل الرابع هو إحلال الآلات المستخدمة بآلات أكثر تطورا، ده بديل جميل جدا. البديل ده هيحل 100% من المشكلة، مش هيبقى فيه عيوب في الآلات وبالتالي مش هيبقى فيه زيادة في نسبة الفاقد، وده هيكلفني 140,000 ريال. طب عدم فعل أي شيء ده هيحل لي 0% من المشكلة، والحقيقة هيكلفني
100,000 ريال. ليه هيكلفني 100,000 ريال؟ لأن أنا عندي فاقد، ولو ما قدرتش أتغلب على مشكلة زيادة نسبة الفاقد ده هيكلفني في السنة 100,000 ريال قيمة المواد الخام نتيجة الزيادة في الفاقد. طب تعالوا نشوف كده إيه أفضل بديل. لو جينا نشوف أغلى بديل فيهم هنلاقيه يحل لي 140، هيحل لي 100% من المشكلة بس تكلفته 140، فمش هستعين بالبديل ده. طب البديل ده طبعا مش هستعين بيه لأنه هيكلفني 100,000 وفي بدائل أرخص منه. استبدال الآلات المعيبة بجديدة من نفس النوع ده هيحل لي 100% من نفس من المشكلة اللي هو البديل ب، بس هيكلفني 100,000 ريال في أرخص منه، في عندي 60 وفي 50، يبقى أنا مش هستعين بالبديل ده. لو جيت أشوف هلاقي إن البديل ده كمان هيحل لي 100%، وجهاز متخصص للصيانة منظمة، العائد بتاعه هيحل لي 100% من المشكلة بس هيكلفني 60، أنا عندي تكلفة 60 وتكلفة 50، ده يحل لي 100% وده يحل لي 100%، طبعا هختار 50 ومش هختار 60. ده شكل مبسط لتحليل النتائج المترتبة على كل بديل. والخطوة الرابعة كمان، لأن أنا اخترت فعلا، إيه الخطوة الرابعة؟ الخطوة الرابعة هي اختيار أنسب البدائل واتخاذ القرار. يبقى اختيار أنسب البدائل واتخاذ القرار. يبقى أنا فعلا اخترت البديل ده كأنسب بديل، البديل التاني يبقى أنا اخترت البديل التاني كأنسب بديل. جميل، واخدت قرار ان انا ادرب عمال الانتاج على اكتشاف واصلاح الاعطال. طب ايه هي الخطوه الخامسه؟ الخطوه الخامسه المفروض ان انا اتابع تنفيذ القرار اللي انا اخدته. يبقى الخطوه الثانيه، الخطوه الخامسه اسف، من خطوات اتخاذ القرار هي متابعه وتحليل نتائج التنفيذ. المفروض ان انا اتابع نتائج القرار. يبقى الخطوه الخامسه هي متابعه وتحليل نتائج اتخاذ القرار. ليه بقى؟ لأن ممكن الظروف اللي أنا أخدت فيها القرار تتغير، لأنه في وقت ما بين اتخاذ القرار والتنفيذ. طب تعالوا ناخد مثال. نفترض إنه عند تنفيذ هذا القرار وردت معلومات إن العمالة اللي أنا هدربها قالوا إن إحنا كده هنقوم بوظيفة جديدة وهي اكتشاف وإصلاح أعطال، فإحنا المفروض رواتبنا تزيد. فده هيؤدي إلى إن الظروف هتتغير، فبدل ما تكلفة البديل ده 50,000، لأ ده أنا هزود رواتب العمال، يبقى إذن البديل ده تكلفته هتبقى 80,000. يبقى أنا ممكن أعيد النظر في اتخاذ القرار مرة أخرى، كده مش هختار البديل ده لأنه غالي 80,000، والبديل الأرخص بالنسبة لي هيكون البديل اللي هصرف عليه أو هيكلفني 60,000، وهو إنشاء جهاز متخصص للصيانة بالمنظمة. يبقى ممكن في الحالة دي أنشئ جهاز متخصص للصيانة، وده يكون القرار بتاعي، وأبدأ أنفذه، ولما أجي أنفذه أتابع تحليل النتائج اتخاذ القرار علشان أشوف هل القرار ده صحيح ولا لأ، الظروف اتغيرت ولا لأ، وهكذا، علشان كده نلاقي إن عملية اتخاذ القرار عملية مستمرة، لأن ده هيرجعني تاني لو أنا خدت القرار ده وهو جهاز متخصص للصيانة والظروف رجعت اتغيرت، هيرجعني مرة أخرى لتحليل وتقييم النتائج. بعدها هختار أنسب البدائل، هرجع أتابع وأحلل نتائج اتخاذ القرار مرة أخرى. يبقى إذن عملية اتخاذ القرار في المنظمة عملية مستمرة ولا تتوقف، زي ما قلنا في بداية الموضوع إن عملية اتخاذ القرار هي جوهر العملية الإدارية وجوهر وظيفة مدير الإنتاج والعمليات أو مدير العمليات. ممتاز. يبقى احنا كده قلنا 5 خطوات. أول خطوة هي تحديد المشكلة، فهمناها. تاني خطوة هي تحديد البدائل لحل المشكلة، فهمناها. الخطوة الثالثة تحليل وتقييم النتائج المترتبة على كل بديل، فهمناها. الخطوة الرابعة اختيار أنسب البدائل واتخاذ القرار.
الخطوة الخامسة والأخيرة هي متابعة تحليل نتائج اتخاذ القرار، متابعة وتحليل نتائج اتخاذ القرار، وده ممكن يرجعني إلى إحدى الخطوات. عشان كده قلنا عملية اتخاذ القرار عملية مستمرة. طيب نروح بقى للنقطة التانية عندنا في الموضوع التاني أو في الفصل التاني. النقطة التانية بتتكلم عن الفرق ما بين حاجتين مهمين قوي. طالما حضرتك بتدرس مادة إدارة العمليات، يبقى حضرتك هتاخد قرارات كمدير للعمليات أو كمدير لإدارة الإنتاج والعمليات، لأنه احنا اتفقنا إن الاتنين واحد. علشان تقدر تاخد قرار لازم تفرق ما بين البيانات والمعلومات، لأنه بيحصل الحقيقة خلط ما بين لفظ معلومة ولفظ بيان. طب هو في فرق بينهم؟ طبعا في فرق بينهم. يبقى هنشوف مع بعض دلوقتي الفرق ما بين البيانات والمعلومات. ايه الفرق ما بين البيانات والمعلومات؟ وبعدين نروح للسلايدز بتاعتنا. لو قلت لحضرتك ارقام معينة وهي 10، 40، 50، وسألت حضرتك ايه الارقام دي، تقولي ما اعرفش لانها ارقام غير مفهومة. لو حطيت لحضرتك رموز معينة هتقولي الرموز دي غير مفهومة. طب لو قلت لحضرتك اسماء مع الارقام، علي، محمد، احمد، برضه هتقولي ايه يعني علي وزنه 10 كيلو، محمد وزنه 40، وأحمد وزنه 50؟ مش عارف. طب تقصد يعني إن علي مع 10 ريال ومحمد مع 40 ريال وأحمد مع 50 ريال؟ برضه حضرتك لحد دلوقتي مش هتقدر توصل. تقصد يعني إن علي عنده 10 عربيات وده عنده 40 عربية وده عنده 50 عربية؟ مش قادر أفهم حاجة. طيب لو قلت لحضرتك أرقام تانية، قلت لحضرتك 50 و180، قلت لحضرتك 75 175، قلت لحضرتك 105 و170، برضه هتقولي ايه الأرقام الكتير والأسماء دي، أنا مش فاهم أي حاجة. عشان كده بنقول على اللي قدام حضرتك ده بيانات. يبقى البيانات هي رموز أو كلمات، رموز أو كلمات أو أرقام غير مفهومة بشكلها الحالي. يبقى هي أرقام أو رموز غير مفهومة بشكلها الحالي. كبر شوية، حضرتك مش فاهم الكلام ده. طيب ممكن يتفهم إزاي؟ لو قلت لحضرتك إن دي درجات الطلاب بالأسفل، بدأت تفهم شوية أو بدأنا نفهم المعلومات دي شوية، لأنها تحولت من بيانات غير مفهومة إلى معلومات. يبقى المعلومات هي بيانات تم معالجتها، عملية معالجة البيانات، وبالتالي يمكن فهمها واتخاذ القرار باستخدامها. هتساعدني ان انا اخد قرار. عملية معالجة البيانات دي تاخد اكتر من صورة. التبويب، انا هعالج البيانات دي بان انا بوبتها، قلت درجات الطلاب بالاسفل، تعالي جايب 10، احمد جايب 40، احمد جايب 50 في مادة إدارة العمليات. طب إيه ده يا سيدي؟ قلت لي ده وزن الطلاب. طب وإيه الأرقام اللي تحت دي؟ ده طول الطلاب. لو طلبت من حضرتك إنك تعالج البيانات دي عشان تطلع معلومة لمتخذ القرار إنه يعين فني صيانة
لمصنع معين. ده مثال بسيط. مع العلم انه عايز يختار افضل طالب من حيث الوزن المناسب للوظيفة والتفوق الدراسي. ها حضرتك هتعالج البيانات بقى. اول حاجة احنا عملناها عشان نعالج البيانات بوبناها، عرفنا كل رقم من الارقام دي معناه ايه. طيب الحاجة التانية، ممكن اجري عليها بعض العمليات الحسابية. اقول ان الراجل ده جايب 20%، لانه 10 لو الدرجة النهائية 50 فجاب 20، الراجل ده جاب 80%، ده جاب 100%. طب لو جينا نترجم الوزن ده انهي فيهم وزنه مثالي، هنلاقي ان محمد ده وزنه مثالي لانه وزنه 75 طوله 175، ده وزنه مش مثالي، ده وزنه مش مثالي. يبقى أنا ممكن بعد ما عملت عملية حسابية 20% و80% و100%، وده حاجة تانية من المعالجة، إجراء عمليات حسابية، ممكن أرتب له أقوم بعملية بقى إيه معالجة برضه، وهي ترتيب. أرتب لمتخذ القرار أقول إنه أفضل شخص هو محمد علشان جايب 80% تفوق دراسي، وأفضل وزن وطول، وبعدين أقول له إنه يليه. تبقى صعبة، أقول يليه مين؟ هل اللي جايب 100%؟ آه طبعا اللي جايب 100% يليه أحمد لأنه 100%، بس هو مش أفضل من محمد لأنه وزنه وطوله مش أفضل وزن وطول. يليه طبعا علي لأنه علي جايب 20%، وبرضه الوزن بتاعه مش مثالي لأنه أقل من الوزن المثالي بكتير. يبقى كده أنا لخصت، قمت بعملية تلخيص للبيانات. يبقى أنا لو عملت تبويب للبيانات، لو عملت عمليات حسابية على البيانات، لو عملت لها ترتيب، لو عملت لها تلخيص عشان أقدمها لمتخذ القرار، ومتخذ القرار يقدر ياخد قرار زي ما شفنا كده، أنا عملت العمليات دي كده، أنا حولت البيانات لا يمكن من خلالها اتخاذ قرار، أو بيانات غير صالحة لاتخاذ قرارات لأنها غير مفهومة، إلى معلومات مفهومة يمكن استخدامها لاتخاذ القرار. أعتقد كده حضراتكم دلوقتي تقدروا تفرقوا ما بين البيانات وما بين المعلومات. طب تعالوا نشوف عندنا إيه في السلايدز. يبقى إحنا قلنا إنه في ناس بتخلط ما بين لفظ بيانات ومعلومات، بيقولوا الاتنين معنى واحد. للأسف بيانات لفظ مختلف تماما عن المعلومات. هنا البيانات، هنا المعلومات. البيانات مجموعة من الحقائق أو الرموز أو الأرقام التي ليس لها معنى أو قيمة، زي الأرقام اللي وريتها لحضراتكم من شوية، ولا تصلح بصورتها الحالية كأساس لاتخاذ القرار، زي الأرقام 10 و15 و30 والتي تعتبر بيانات لا قيمة لها. احنا من شوية قلنا مثال عام، دلوقتي هنقول مثال في إدارة الإنتاج والعمليات أو في إدارة العمليات. يبقى المعلومات هي بيانات تمت معالجتها وفقا لمجموعة من الأسس أو القواعد. معالجة البيانات قلنا بتشير إلى عملية ترتيب أو تصنيف أو تبويب أو عمليات حسابية، ثم تنقيتها وتلخيصها وعرضها بشكل يسهل فهمه. إذا ضفنا للأرقام المذكورة اللي هي 10 و15 و30 دي، إذا ضفنا ليها إن هي نوع أو عدد الوحدات المعيبة وصنفناها حسب نوع المنتج والآلات المستخدمة، يعني إيه؟ عندنا أرقام 10 15 30، الأرقام دي تعتبر بيانات لأنه ده مثال من داخل إدارة العمليات. وبعدين قلت إن دي عدد الوحدات المعيبة، وبعدين صنفتها بقى، قلت دي للآلة ألف، دي للآلة ب، دي للآلة ج. طب أنا ممكن أخد قرار بناء على هذه المعلومات. لو أنا عايز أستبدل آلة من الآلات دي، طبعا هستبدل الآلة ج لأنها بتطلع أكبر عدد من الوحدات المعيبة. يبقى أنا حولت الأرقام أو البيانات إلى معلومة يمكن اتخاذ قرار من خلالها. الحقيقة ممكن معلومات تكون صالحة لاتخاذ قرار من وجهة نظر شخص، وممكن تكون غير صالحة لاتخاذ قرار من وجهة نظر شخص آخر. ليه؟ لو راح اشتري آلات،
ممكن شخص يهتم بتكاليف الآلات، مجرد ما أقول له إن الآلة دي تكاليف والعقد، يهتم بالتكاليف والعقد. أقول له إن الآلة دي بتكلف 100,000، آلة ألف دي تكلفني 100,000 تديني عائد 200، آلة ب تكلفني 150,000 تديني عائد 500,000، وهكذا. هيختار الآلة ب. ألاقي شخص آخر يقول لي طيب تلوث البيئة، أنهي آلة بتلوث البيئة أكتر؟ يبقى كده ضاف معلومة جديدة. ألاقي شخص تالت يقول لي طب أنهي آلة بتحافظ على صحة العمال، ميحصلش فيها رجرجة كتير، ما بتطلعش أدخنة، ما بتطلعش صوت مزعج إلى آخره. يبقى ممكن شخص آخر يعتمد بس على تكاليف الآلات والعائد، شخص تاني محتاج تلوث البيئة معاها، شخص تالت محتاج مدى تأثير هذه الآلات على صحة المعلومات. يبقى إذن المعلومات التي تصلح لاتخاذ قرار من وجهة نظر شخص قد لا تصلح لاتخاذ قرار من وجهة نظر شخص آخر. المعلومات التي تصلح لاتخاذ قرار اليوم أيضا لا تصلح لاتخاذ نفس القرار في المستقبل. وأقول لحضراتكم مثال: نفترض إن أنا كنت رايح أشتري آلات، آلة ألف، الآلات اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، وب وجيم. الآلات دي كلها بيتم استيرادها من ألمانيا، وبعدين في يوم واحد واحد أنا شفت سعرها باليورو كام وحولته إلى ريال سعودي. الآلة دي طلعت تمنها 100,000، الآلة دي طلعت تمنها 180,000 ريال، دي طلعت تمنها 300,000 ريال. لهذا ما حضراتكم عارفين إن سعر اليورو بيتغير من وقت إلى وقت آخر. يعني لو جيت يوم واحد اتنين، أكيد طبعا المعلومات اللي كان ممكن متخذ القرار ياخد على أساسها 100,000، القرار اللي هي 100,000 180,000 300,000 أكيد هتتغير. 100,000 دي ممكن ألاقيها بقت 120,000، أو ممكن ألاقيها بقت 80,000 بس، دي ممكن ألاقيها بقت 200,000 أو 170,000 بس، وهكذا. يبقى المعلومات اتغيرت. إذن المعلومات التي تصلح لاتخاذ القرار اليوم قد لا تصلح لاتخاذ القرار في وقت آخر، لأنه أنا باخد قرار وسط بيئة تتميز أو الشيء الثابت فيها هو التغيير. طبعا أنا علشان أعالج البيانات عشان تبقى معلومات، المعلومات اللي أنا بعالجها، البيانات اللي أنا بعالجها عشان يتم إنتاج معلومات، بتختلف وفقا لمتخذ القرار زي ما شفنا، لأنها بتختلف من شخص إلى آخر، بتختلف وفقا للهدف من اتخاذ القرار. هي ايه المشكلة بالظبط؟ لأن ممكن أكون بختار ما بين آلات ألف وب وجيم علشان في تشريعات جديدة أو في قوانين جديدة بتوجب أو بترغم المنظمات أو بتجبر المنظمات إن هي تحافظ على البيئة. يبقى أنا لما أجي أخد قرار هشوف أنهي فيهم بيلوث البيئة أكتر، أنهي فيهم بيلوث البيئة أقل إلى آخره. ده هيكون المعلومات اللي أنا هعتمد عليها. طب أنا لو باخد قرار علشان أعمل تخفيض للتكاليف، لأ أنا هشوف الآلة بألف وب وجيم أنهي فيهم هتقلل التكاليف أكتر. يبقى عايز أقول لحضراتكم إنه المعلومات يتم إعدادها وفقا أو لكي تتناسب مع متخذ القرار والهدف من اتخاذ القرار أو طبيعة المشكلة التي يتم اتخاذ القرار من أجلها. دي أول حاجة. الحاجة التانية: المعلومات التي تناسب الشخص سين قد لا تناسب الشخص صاد. الحاجة الثالثة لسه قايلينها دلوقتي، أن المعلومات التي تصلح لاتخاذ قرار اليوم لا تصلح لاتخاذ نفس القرار في المستقبل. في النقطة التانية فرقنا ما بين البيانات والمعلومات، وعرفنا ازاي ان المعلومات يجب اعدادها بشكل يتناسب مع المشكلة، مع الموقف، مع الفترة الزمنية، مع الشخص. ودي كانت النقطة التانية. طيب ايه النقطة التالتة اللي هنقولها النهاردة؟ هي مناخ اتخاذ القرار. الحقيقة لو سألت حضرتك المناخ المحيط بحضرتك النهاردة عامل ايه، فهتتكلم طبيعي، هتتكلم عن درجة الحرارة، هتتكلم عن الجو، الضغط، العمل، التوتر، وإلى آخره. طب ايه هو المناخ الذي يتم اتخاذ القرار فيه؟ مناخ
اتخاذ القرار. الحقيقة عندي 3 حالات يتم اتخاذ القرار فيها. ايه ال3 حالات دول؟ اول حالة اسمها حالة التأكد التام. حالة التأكد التام يعني انا بتكلم عن المستقبل وما سيحدث به. على سبيل المثال انا عاوز اعرف الطلب على منتج معين. حد يقول لي طب الطلب على منتج معين ده ليه علاقة بإدارة العمليات؟ طبعا، على أساس التنبؤ بحجم الطلب في المستقبل أنا هحدد حاجات كتير قوي. أنا هحدد اللي أنا هحتاجه من الآلات، هحدد اللي هحتاجه من الخامات، هحدد اللي هحتاجه من العمالة، أكتر من حاجة هحددها بناء على التنبؤ بالطلب. فنلاقي إنه في أكتر من حالة ممكن تحدث في المستقبل. إنه ممكن أبيع 400 وحدة، ممكن أبيع 500، ممكن أبيع 600. فنلاقي متخذ القرار في حالة التأكد التام متأكد من حدوث هذه الحالة، يقول إن شاء الله الطلب على المنتج بتاعي هيبقى 500. يبقى في ظروف معينة محيطة بيه خلت الحالة اللي بيتخذ فيها القرار هي حالة التأكد التام، متأكد أن حالة معينة سوف تحدث في المستقبل. طب الحالة التانية؟ الحالة التانية اسمها حالة المخاطرة. إيه المقصود بحالة المخاطرة أو حالة المخاطرة؟ أن هناك حالات يمكن أن تحدث في المستقبل، ويعلم متخذ القرار احتمال حدوث كل حالة. ازاي؟ هو عارف ان عندي ممكن ابيع 400 وحدة خلال الشهر الجاي، ممكن ابيع 500 وحدة، ممكن ابيع 600 وحدة، بس عارف الاحتمالات. طب جاب الاحتمالات دي ازاي؟ علشان اقدر اعرف الاحتمالات هو ممكن يستخدم طريقتين. الطريقة الاولى اسمها الطريقة الموضوعية. طب والطريقة التانية اسمها طريقة التقدير. ايه الطريقة الموضوعية دي؟ نفترض انه في ال10 شهور اللي فاتت، الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع، وهكذا الى الشهر العاشر، 9، 10. الشهر الاول باع 400، الثاني باع 400، الثالث باع 500، هنا باع 400، 500، 600، 600، 500، 400، 500. روح اعمل ايه بقى؟ يقول انا بعت كام مرة 400؟ ادي 1، 2، 3، 4. يقول 400 انا بعت 4 مرات 400، او طلب مني 400. طب 500، ادي 1، 2، 3، 4. يبقى 500 بعت قبل كده في ال10 شهور اللي فاتوا 4 مرات. طب 600، 1، 2، يبقى 602. يبقى بيعتمد على البيانات التاريخية علشان يقدر يعرف المستقبل، زي ما شفنا 10 شهور اللي فاتوا. لو جمعنا هنلاقي هنا مجموع عدد المرات 10، 4 على 10، 40%. 4 على 10، 40%. 2 على 10، 20%. يبقى احتمال، يبقى ده الطلب وده الاحتمال الخاص بحدوث هذا الطلب. 40%، 40%، 20%. ممتاز. يبقى هو عرف الكلام ده من خلال طريقة أو أسلوب اسمه الأسلوب أو الطريقة الموضوعية. ده من خلال الاعتماد على المعلومات اللي كانت عنده في الماضي. يبقى حالة المخاطرة هو ممكن يحصل عنده أكتر من حالة، أو الطلب يكون أكتر من كمية، 400، 500، 600. لكل حالة عارف احتمالها، إما بالطريقة الموضوعية أو طريقة التقدير. طريقة التقدير إنه بيعتمد على خبراء، والخبراء هم اللي بيوضعوا الاحتمالات دي، سواء كانت 40% أو 20% أو 40% أو 40% أو 20% للـ3 بدائل. طب إيه الحالة التالتة؟ الحالة التالتة
هي حالة عدم التأكد، هو مش متأكد. حاجة من اتنين، إما إنه لا يدري ما هي الحالات، مش عارف أصلا هو هيبيع كام، هيبيع 400 ولا 500 ولا 600، هو ما يعرفش الكلام ده، أو يستطيع تحديد الحالات ولكن لا يعلم احتمالاتها. يبقى هو في المستقبل عارف انه ممكن يبيع 400 او 500 او 600. لو حضرتك سألته طب انت متوقع انك تبيع 400، طب احتمال انك تبيع 400 كام في المية؟ معرفش. طب احتمال انك تبيع 500؟ معرفش. طب احتمال انك تبيع 600؟ معرفش. يبقى هو اما ما بيقدرش يقدر الحالات اللي في المستقبل، او بيقدر يقدرها بس مش عارف احتمال حدوثها كام في المية. يبقى عندنا لما اجي اخد قرار، انا ممكن اخد القرار ده، او حضرتك ممكن تاخد القرار ده كمدير عمليات في 3 حالات. ده المناخ اللي بيكون حواليك من وفقا للمعلومات عن المستقبل: حالة التأكد التام، حالة المخاطرة، حالة عدم التأكد. تعالوا نشوف عندنا ايه في السلايدز بتاعتنا. يبقى انا ممكن اقسم المناخ الذي يتخذ فيه القرار الى 3 حالات اساسية. حالة تأكد تام، فيها بيعتقد متخذ القرار بأن حالة من الحالات المتوقعة سوف تحدث على وجه التأكيد، ولسه قايلين من شوية إن الراجل قال أنا متأكد إن أنا هبيع 500. مهمة متخذ القرار في الحالة دي هي اختيار البديل الذي يحقق أكبر منفعة أو عائد ممكن. يبقى حالة التأكد من الظروف، التأكد التام من الظروف المتوقعة مستقبلا أمر يكون نادر في قطاع الأعمال. حضرتك فعلا لو جيت تسأل أي مصنع، أكبر المصانع في العالم، مصنع أبل مثلا أو مصنع تويوتا، حضرتك متوقع إنك تبيع كام؟ هيقولك والله ممكن أبيع مش عارف كام مليون وحدة باحتمال 80%، ممكن أبيع مش عارف كام وحدة، كام مليون وحدة باحتمال 20%. يبقى هو في الحالة دي مش متأكد. يبقى الحالة دي حالة التأكد التام، دي حالة نادرة الحدوث عموما، خصوصا نادرة الحدوث في الإنتاج والعمليات أو في إدارة العمليات. ليه؟ لأن إدارة الإنتاج والعمليات محاطة بمجموعة من الظروف التي لا تمكن متخذ القرار من التأكد. توريد المادة الخام، أنت ممكن عربية وهي جايبة لي المادة الخام تتقلب، ممكن الطريق يتقفل، ممكن يتأخر شوية فالإنتاج بتاعي يتأخر، ممكن الطلب اللي أنا قدرته تمر البلد بظروف اقتصادية زي كساد. كساد يعني الفلوس اللي مع الناس هتقل، فطلبهم على السلع والخدمات هيقل، فالطلب اللي أنا كنت متوقعه من المستهلكين بتوعي هيقل. يبقى إذن حالة التأكد التام حالة نادرة الحدوث في الحياة العملية، وخصوصا في إدارة الإنتاج والعمليات. الحالة التانية هي حالة المخاطرة. قلنا إن متخذ القرار بيستطيع إنه يحدد عدد من الحالات أو الأحداث المتوقع حدوثها واحتمالات حدوث كل حالة من هذه الحالات أو الأحداث. قلنا إنه ممكن يتم تحديدها من خلال أسلوبين: الأسلوب الأول هو الاحتمالات الموضوعية، الأسلوب الثاني هو الاحتمالات التأثيرية زي ما شفنا وإحنا بنشرح دلوقتي. الحالة التالتة هي حالة عدم التأكد. متخذ القرار ما بيقدرش يحدد احتمالات حدوث كل حالة حتى لو قدر يعرف ايه هي الحالات الممكن حدوثها في المستقبل. ودي كانت النقطة الثالثة. عايز افكركم قبل ما تسرحهم ان احنا لحد دلوقتي اخدنا في الموضوع التاني 3 نقط نفتكرهم كده عشان نرجع تاني. اول نقطة كانت مفهوم القرار واتخاذ القرار. عرفنا قرار يعني ايه، عرفنا ايه خطوات اتخاذ القرار وفهمناها مع بعض. طب النقطة التانية بعد ما قلنا مفهوم القرار واتخاذ القرار، اتكلمنا عن حاجتين مهمين قوي: البيانات والمعلومات، وفرقنا بينهم وعرفنا ان في بينهم فرق، وعرفنا ازاي المعلومات بتختلف، المعلومات المناسبة لاتخاذ القرار بتختلف من شخص الى اخر، من موقف الى اخر، ومن وقت الى اخر. آخر نقطة كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي هي مناخ اتخاذ
القرار. النقطة الرابعة هي الأخطاء الشائعة في اتخاذ القرارات. طب حضرتك ليه تدرس الأخطاء الشائعة في اتخاذ القرار؟ حضرتك لو سألت أي حد ناجح إيه أسباب نجاحك؟ هيقول لحضرتك الحقيقة سببين. السبب الأول إنه ليه أصدقاء ناجحين فبيتعلم منهم ما هو سبب النجاح ويحاول يوفر السبب ده لنفسه عشان ينجح. طب لو سألت حد ناجح أكتر هيقولك والله أنا عندي أصدقاء ناجحين وأصدقاء فاشلين. تستغرب ليه؟ يقولك علشان بعرف منهم سبب الفشل وده بيخليني أبعد عن أسباب الفشل فأنجح أكتر أو محققش فشل في حياتي. علشان كده إحنا بندرس دلوقتي الأخطاء الشائعة في اتخاذ القرار. طب بندرسها ليه؟ علشان حضراتكم حاليا أو في المستقبل إن شاء الله أكيد هتتخذوا قرارات خاصة بإدارة الإنتاج والعمليات، فلما حضراتكم تعرفوا إيه الأخطاء اللي الناس بتقع فيها أو الأخطاء الشائعة في اتخاذ القرارات أكيد طبعا حضراتكم هتتجنبوها أو يمكن حضراتكم حاليا بتتجنبوها. يبقى استراتيجية الإنتاج في أي مشروع بيتم وضعها في ضوء مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية والتي تمثل بيئة النظام الإنتاجي. بيئة النظام الإنتاجي ممكن تكون بيئة داخلية، ممكن تكون بيئة خارجية. بيئة خارجية زي الظروف الاقتصادية، هنشوفهم بالتفصيل دلوقتي، زي الظروف الاقتصادية، الظروف السياسية، زي العوامل القانونية والتشريعية، زي التطور التكنولوجي المحاط بالمنظمة عموما وبالنظام الإنتاجي. طب البيئة الداخلية دي بتكون جاية من داخل المنظمة، المواد الخام اللي أنا بستخدمها، الآلات اللي بستخدمها، مستوى مهارة العمل اللي عندي إلى آخره، ودي ممكن أتحكم فيها، أما الخارجية لا يمكن التحكم فيها، هنقول الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. الحقيقة فعالية مدير الإنتاج والعمليات في اتخاذ القرارات بتعتمد على أساس قدرته على الابتكار في تحقيق 3 أهداف رئيسية، ومتأكد إن كل ما هنتكلم عن حاجة منهم تقولوا أيوه أنا أعرف حد ناجح والحد ده بيعمل الكلام ده، أو حتى أنا لما باجي أخد قرار مش خاص بإدارة الإنتاج والعمليات أو خاص بإدارة العمليات أنا ممكن أعمل كده، يبقى أنا باخد قرار ناجح وقرار فعال بالظبط زي مدير الإنتاج والعمليات الفعال. طب إيه الـ3 أهداف دي؟ أول هدف هو التكيف مع عناصر البيئة الخارجية التي تحيط به، وتعالوا ناخد مثال في إدارة الإنتاج والعمليات علشان نقدر نفهم كل نقطة. نفترض أن مدير الإنتاج والعمليات يريد اتخاذ قرار لشراء آلة جديدة، والآلة دي ده قرار، والآلة الجديدة دي تكلفتها عالية، ممكن تكون تكلفتها 20 مليون ريال لأنه إنتاجها ضخم، آلة أساسية في المنظمة ممكن تكون بتساهم في إنتاج 60 أو 70%، دي بتساهم في إنتاج 60% من الإنتاج. تعالوا نشوف إزاي يحقق الهدف الأول وهو التكيف مع عناصر البيئة الخارجية لما يجي ياخد القرار ده. قبل ما نقول الكلام ده لازم نعرف إن البيئة الخارجية زي ما قلنا من شوية دي قوة خارجية تؤثر على متخذ القرار ولا يمكنه التحكم فيها. يعني الجهات الحكومية أخذت قرار بأنه ساعات العمل تبقى 6 بدل 8 ساعات، أنا مقدرش أتحكم في الكلام ده، أنا بنفذه بس. يعني حصل تطور تكنولوجي، بقى فيه تطبيقات جديدة زي الليزر، أنا عندي آلات قديمة، انا ما اقدرش اقول انا احتفظ بالالات القديمه والمنافسين يجيبوا الالات الجديده هينتجوا منتجات افضل وبسعر اقل
وبقوا منتجات أعلى جودة وبسعر أقل مني، في الآخر منتجهم يتشال من على الرف وأنا منتجي ما يتشالش، أو يحصلوا على الخدمة بتاعة المنافس وأنا لأ. طيب تعالوا نشوف بقى إيه هي عناصر البيئة الخارجية اللي المفروض حضرتك كمدير عمليات تتكيف معاها. أول حاجة هي العملاء. مدير الإنتاج والعمليات أو حضرتك كمدير إنتاج وعمليات المفروض تاخد قرار من خلاله يتم التكيف مع العملاء. مش العملاء دول ليهم رغبات وحاجات؟ الحقيقة رغبات وحاجات العملاء ممكن تتغير مع الوقت، يبقى ممكن يحصل لها تغيير. ما بقولش ان انا اللي هغيرها، ده هما اللي بيغيروا رغباتهم وحاجاتهم. شوف حضرتك من 10 سنين كنت بتركب عربية شكلها ايه وايه هي محتوياتها، ودلوقتي حضرتك بتطمح في عربية ايه هي محتوياتها. شوف حضرتك كنت بتدخل البنك او المستشفى تحصل على خدمة عاملة ازاي، وايه الخدمة اللي حضرتك بتحلم بيها او بتتمناها لما تدخل بنك او تدخل مستشفى. اكيد خدمة افضل من اللي موجودة دلوقتي، والخدمة اللي موجودة دلوقتي افضل بكتير من الخدمة اللي كانت موجودة من 10 سنين. يبقى حاجات ورغبات العملاء دائمة التغيير. يبقى انا المفروض لما اجي اشتري آلة، اشتري آلة ذات غرض واحد، يعني تنتج منتج بمواصفات معينة. ما اقدرش انتج اي منتج اخر غير المواصفات دي، ولا اشتري آلة ذات اغراض متعددة؟ لو اشتريت آلة ذات غرض واحد بتنتج منتج بمواصفات تشبه حاجات ورغبات العملاء الآن، هل هقدر بعد 2 أو 3 انتج لهم من خلال الآلة دي، او بعد سنة حتى، منتج جديد يشبه لهم رغباتهم وحاجاتهم؟ يبقى مش هشتري ذات غرض واحد، اشتري ذات أغراض متعددة. يبقى كده أنا قدرت أحقق أول حاجة وهي التكيف مع العملاء. طيب تعالوا نروح للحاجة التانية. الحاجة التانية هي المنافسين. الحقيقة المنافس، يبقى المنافسين، المنافس ممكن يستعين بتكنولوجي أو آلات أحدث من الآلة اللي عندي. يبقى أنا لما أجي أشتري آلة، أشتري آلة قابلة للتعديل، يعني بتتميز بالمرونة زي الآلات ذات أغراض متعددة، ولا آلة غير قابلة للتعديل؟ لا، أنا المفروض أشتري آلة قابلة للتعديل، علشان لما المنافس يشتري آلة جديدة أو يعدل الآلة بتاعته أنا أعدل زيه بالظبط، أو أحاول أعدل بشكل أفضل من غير ما تكاليفي ترتفع. يبقى كده أنا أخدت قرار من خلاله أقدر أتكيف مع قرارات المنافسين. طب بعد العملاء والمنافسين هي القرارات والقوانين الحكومية. نفس الحكاية، أنا المفروض أشتري آلة الطاقة القصوى بتاعتها، يبقى القرارات الحكومية. المفروض أشتري آلة الطاقة القصوى الخاصة بيها. لو أنا بنتج دلوقتي 100,000 وحدة، تكون الطاقة القصوى بتاعتها 200,000. ليه؟ علشان ممكن الجهات الحكومية أو القرارات الحكومية تاخد قرار بإنه ساعات العمل بدل ما هي 8 تبقى 6، فكده العامل هيشتغل فترة زمنية أقل، فهحتاج إن أنا أزود إنتاجية الآلة في الساعة من 100 وحدة مثلا ل 120 علشان أعوض انخفاض عدد ساعات العمل. يبقى المفروض أشتري آلة مرنة أقدر من خلالها أعمل الكلام ده. جميل. طب إيه هي الحاجة اللي بعد كده؟ هي التطورات التكنولوجية. التطورات التكنولوجية يعني زي ما قلنا من شوية، أنا المفروض أشتري آلة قابلة للتعديل. إحنا بنتكلم دلوقتي عن التطورات التكنولوجية. لو حصل تطورات تكنولوجية في البيئة المحيطة، أو المنافس استعان بتطورات تكنولوجية، الحقيقة في آلات اسمها CNC Computer Numerical Control بيتم التحكم فيها عن طريق الحاسب الآلي.
كل الحكاية إن الآلة دي ممكن تكون متعددة الأغراض، ممكن أستخدمها في إنتاج أكتر من منتج. ده مش بس كده، ده أنا ممكن أغير مواصفات المنتج بس عن طريق الحاسب الآلي، يعني باستخدام برنامج جديد. يبقى الأفضل إن أنا أشتريها كمدير إنتاج وعمليات، لأنه ده هيخليني أواكب التطورات التكنولوجية. يبقى كده قراري أنا أخدته، عشان لو حصل أي تغيير في رغبات العملاء، حصل أي تغيير عند المنافسين، حصلت قرارات حكومية معينة، حصلت تطورات تكنولوجية، أقدر من خلال الآلة اللي أنا اشتريتها إن أنا أتكيف مع البيئة الخارجية. الحاجة اللي بعدها هي الظروف الاقتصادية. الظروف الاقتصادية ممكن تأثر إزاي على قرار شراء الآلة، وده هيعرفكم إنه القرارات اللي بيتم اتخاذها في إدارة العمليات أو إدارة الإنتاج والعمليات الحقيقة قرارات معقدة تتصف بالتخطيط. ممكن يكون من العوامل الاقتصادية انخفاض سعر العملة المحلية. فلو أنا بستورد مواد خام من أوروبا باليورو، وكان اليورو الواحد يبقى 2 يورو مثلا يساوي 1 ريال، فلما قيمة الريال تنخفض، أنا عارف إن قيمة الريال ثابتة أمام الدولار بس مش ثابتة أمام العملات الأخرى زي اليورو، لما قيمة الريال تنخفض نلاقي إن 1 ريال نقول هنا 1 ريال أو 2 يورو بتجيب ريال، نلاقي إن 1 ريال بيجيب 1 يورو لأن اليورو غلى أمام الريال. طيب تعالوا نشوف، أنا رايح أشتري آلة بمليون يورو، علشان أشتري آلة بمليون يورو في الحالة دي هبقى محتاج كام ألف ريال؟ الحقيقة هحتاج 500 ألف ريال، لأن الريال بيجيب 2 يورو، هتبقى في 2 هتساوي مليون. طب هنا هحتاج 1 مليون ريال، ده لو أنا بشتري آلة. طب لو بشتري مواد خام، هي لما سعر العملة الوطنية يقل زي ما شوفنا دلوقتي، ده هيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام زي ما الآلات ارتفعت، ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة. منين؟ المستوردة من ألمانيا مثلا. طب في الحالة دي ممكن يكون عندي مواد خام محلية. طب لو أنا اشتريت آلة ما بتستخدمش غير مواد خام مستوردة من ألمانيا، يبقى أنا كده هتعب، لأني هشتري مواد خام منخفض مرتفعة التمن اللي جاية من ألمانيا، لأن سعر الريال انخفض أمام اليورو، فده هيؤدي إلى ارتفاع سعر المواد الخام. طب لو أنا اشتريت آلة بقى ممكن أستخدم أكتر من نوع من أنواع المواد الخام، في الحالة دي ممكن أستخدم مادة خام محلية وما تأثرش بالعوامل الاقتصادية اللي حواليا. يبقى الحاجة اللي بعدها هي العوامل الاقتصادية. وعرفنا إزاي أنا ممكن وأنا باخد قرار شراء آلة العوامل الاقتصادية تأثر نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية. شفنا إن اليورو ارتفع أمام الريال أو الريال انخفض أمام اليورو، فسعر المواد الخام زادت. فلو ما كنتش اشتريت آلة يمكن استخدام فيها أكتر من مادة خام، ده كان ممكن يأثر عليك. يبقى ده أول حاجة، ابتكاريته في إن هو يتكيف مع البيئة الخارجية. يبقى أول مهارة هي التكيف مع البيئة الخارجية. وشوفنا إزاي مدير العمليات أو مدير إنتاج العمليات أخذ القرار بمستوى عالي من المهارة علشان يناسب العملاء، المنافسين، القرارات الحكومية، التطورات التكنولوجية، العوامل الاقتصادية. الحاجة التانية هي التنبؤ بدرجة التغير المتوقعة سواء في البيئة الداخلية أو الخارجية والاستعداد لمواجهتها. والكلام ده احنا عملناه دلوقتي واحنا بنتكلم، ما أنا كنت بتنبأ بتغير هيحصل في البيئة الخارجية. أنا عاوز أتكلم عن البيئة الداخلية. الحقيقة البيئة الداخلية زي ما قلنا من شوية، البيئة الخارجية لا يمكن التحكم فيها أو لا يمكنه التحكم فيها. البيئة الداخلية يمكن
السيطرة عليها والتحكم فيها. زي ايه؟ زي مستوى مهارة العمال. انا ممكن اعمل لهم عملية تدريب عشان اعلي المهارة دي. طب مهارتهم ما زادتش، ممكن اعمل لهم فايرنج، امشيهم واجيب عمالة جديدة عندها مهارة اعلى. ممكن اتحكم اهو، زي الالات والمعدات. انا ممكن اشتري الات ومعدات احدث او اعدل الالات والمعدات اللي عندي وهكذا. يبقى زي ما شفنا ان البيئة الخارجية لا يمكن التحكم فيها، البيئة الداخلية يمكن التحكم فيها. يبقى هو المفروض يتنبأ بدرجة التغير المتوقعة في البيئة الداخلية أو الخارجية ويستعد لمواجهته. وإحنا شوفنا الكلام ده. البيئة الداخلية زي ما قلنا، زي مستوى جودة المنتجات، زي طرق أساليب العمل، الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للنظام. أنا ممكن أغير مستوى جودة الإنتاج طبعا، ممكن أغير طرق أساليب العمل لأنها موجودة عندي داخل المنظمة، ممكن أغير الإمكانيات المادية والبشرية زي ما شوفنا، بغير العمالة أو بغير الآلات. الحاجة الثالثة أو المهارة الثالثة هي استخدام القوى التي بإمكانه التحكم فيها للتكيف مع البيئة الخارجية. والحقيقة ده احنا عملناه واحنا بنشتري الآلة. الآلة دي تعتبر من البيئة الداخلية. أنا اشتريت آلة أو استعنت ببيئة داخلية أقدر أتحكم فيها عشان أقوم بعملية تكيف مع البيئة الخارجية. يبقى 3 حاجات يجب توافرهم في مدير العمليات لكي يتخذ قرارات فعالة. أول حاجة إنه يتكيف مع عناصر البيئة الخارجية. شوفنا إزاي من شوية نقدر نتكيف مع عناصر البيئة الخارجية. الحاجة التانية إنه يتنبأ بالتغير المتوقع سواء في البيئة الداخلية أو البيئة الخارجية علشان يقدر يتكيف معاه. الحاجة التالتة إن أنا أستخدم القوة اللي أقدر أتحكم فيها علشان أتكيف مع البيئة الخارجية. وإحنا عملنا ال3 حاجات دول أو شوفنا إزاي ممكن يتعملوا وإحنا بنشتري آلة من الآلات اللي هيتم استخدامها في النظام الإنتاجي. ودي كانت النقطة، ده الجزء الأول من النقطة الرابعة وهي الأخطاء الشائعة في اتخاذ القرارات. إحنا دلوقتي ما اتكلمناش عن الأخطاء، إحنا اتكلمنا عن إيه اللي يخلي المدير فعال، ودلوقتي هنتكلم عن الأخطاء اللي بيقع فيها مدير الإنتاج والعمليات أو مدير العمليات. أول خطأ من هذه الأخطاء هو اتخاذ القرارات المسكنة. يعني إيه اتخاذ قرارات مسكنة؟ اتخاذ القرارات المسكنة بياخد شكل من شكلين، إما إن أنا آخد قرار يمثل حل مؤقت للمشكلة اللي موجودة عندي، يبقى أول مشكلة عندي هي اتخاذ قرارات مسكنة. القرارات المسكنة زي ما قلت لحضراتكم ممكن تاخد شكلين. الشكل الأول إن أنا أعمل حل مؤقت للمشكلة. ناخد مثال، نفترض إن أنا عندي آلة في قسم الإنتاج فيها ترس كده اتكسر. في حلين علشان أصلح الترس ده أمام مدير الصيانة. هو أعمل عملية لحم الترس، ألحمه يعني أعالج الكسر اللي فيه، أو أقوم بعملية استبدال. فنلاقي مدير الصيانة أخد قرار بأنه يلحم الترس. طب ما أنا لو لحمت الترس، الترس ده بيدور داخل تروس أخرى، فممكن كمان 3 أيام يتكسر تاني والإنتاج يقف تاني وتحصل مشكلة تانية. يبقى ده اسمه حل مؤقت للمشكلة أو اتخاذ قرار بالحل المؤقت للمشكلة. الحاجة التانية هو علاج الظاهرة وعدم علاج المشكلة. وطبعا احنا عرفنا يعني ايه ظاهرة ويعني ايه مشكلة، واديلكم مثال في الحياة العامة. لو حد عنده صداع والصداع ده ناتج عن ارتفاع الضغط، الحقيقة دي ظاهرة أعراض ناتجة عن السبب أو المشكلة وهي ارتفاع الضغط. أنا لو أخدت بنادول هعالج الصداع، بس بعد 8 ساعات هيرجع لي الصداع تاني. ليه؟ لأن أنا عالجت الظاهرة. طيب لو أخدت دواء بقى وظبطت ضغط الدم، كده أنا حليت المشكلة، هينتهي الصداع للأبد لأن أنا بدأت أظبط ضغط الدم الخاص بيا. نفس الحكاية ممكن تحصل في علاج الظاهرة وعدم علاج المشكلة. إزاي؟ لو حصل وشفت
انخفاض الطلب على أحد المنتجات. وبعدين قعد مدير الإنتاج والعمليات، مدير الإنتاج أو مدير العمليات، مع مدير التسويق. وبعدين اتفقوا أو أخدوا قرار بأنه الشاي بتاعنا أو المنتج عبارة عن شاي، اعمل عرض واعمل خصم 40%. اتفقوا انهم يعملوا عرض وخصم 40%، لانه الزبون بيدخل ده المنتج بتاعنا، منتج المنظمة، ده منتج الشركات المنافسة، يشتل منتج الشركات المنافسة ومنتج المنظمة يفضل على الرف، فيروحوا عاملين عليه 40%. الناس هتدخل هتشتري منتج المنظمة وتسيب منتج المنافس لانه اغلى. الحقيقة هما كده عالجوا الظاهرة. لو عملوا العرض ده لمدة 40% لمدة أسبوع، في اليوم الثامن بعد انتهاء الأسبوع هتظل المشكلة موجودة أو الظاهرة موجودة، لأنه ده كان قرار مسكن ليه، لأنه ممكن أثناء عملية تصنيع الشاي يكون بياخد ريحة من الشحوم والزيوت اللي في الآلات. طيب وده المفروض أعمل فيه إيه؟ المفروض أعالج المشكلة بقى، أشوف مدير الصيانة يحاول بطريقة أو بأخرى حاول يكتم الروائح دي، ما تقربش للشاي، او الشاي يتم تغليفه بشكل جيد اثناء التصنيع، او ايا كان هتتحل المشكلة ازاي. يبقى لو حل المشكلة الشاي هيبقى كويس، بعد كده الناس هتجربه هتلاقي طعمه كويس، مفيش فيه ريحة هتشتريه، يبقى المشكلة هتتحل الى الابد. انما لو عالج الظاهرة نفسها بان هو يعمل خصم 40%، هيتباع شوية شاي خلال الاسبوع، بعد كده الناس هتدخل ترجع تشتري تاني، خصوصا ان هي جربت الشاي وما زالت المشكلة اللي فيه موجودة. يبقى ده المقصود باتخاذ قرارات مسكنة. يبقى اتخاذ قرارات مسكنة زي ما قلنا، إما إنه بيعالج المشكلة علاج مؤقت، أو إنه بيعالج الظاهرة أو أعراض المشكلة وما بيعالجش المشكلة نفسها، زي ما شفنا مثال عام ومثال خاص. ودي أول مشكلة، يا ريت حضراتكم لما تتولوا إدارة العمليات أو إدارة الإنتاج والعمليات أو أي منصب إداري، يا ريت تبعدهم عن القرارات المسكنة أو علاج مؤقت للمشكلة أو علاج الظواهر دون علاج أو السعي وراء حل السبب الرئيسي. الخطأ الثاني هو اتخاذ القرارات في وقت غير مناسب. أحيانا ممكن إدارة الإنتاج والعمليات تاخد قرار في وقت غير مناسب. إزاي؟ ناخد مثال. اتخاذ القرار في وقت غير مناسب ممكن ياخد شكلين. الشكل الأول قبل الوقت المناسب. طب الشكل الثاني بعد الوقت المناسب. طب ناخد مثال عملي في إدارة العمليات. نفترض مثلا ان انا رايح اشتري آلة، يبقى بصدد شراء آلة بدلا من آلة سيتم اهلاكها بعد 6 شهور. فانا عندي آلة الآن، هيعدي 6 شهور وسيتم إهلاكها، مع العلم إنه أنا لو طلبت الآلة من المورد هيوردها خلال شهر. يعني أنا لو طلبتها دلوقتي تجيلي بعد شهر، يبقى المفروض من دلوقتي أطلبها بعد 5 شهور. ممكن مدير العمليات يأخذ قرار بالشراء أو التعاقد حاليا، راح يكتب عقد مع إحدى الشركات علشان يشتري الآلة من دلوقتي، باقي 6 شهور كاملة هو هيشتريها دلوقتي. جميل، ودفع نسبة معينة، دفع 20% من السعر، وعمل شرط جزائي لو الآلة ب100,000 اللي يرجع في العقد يدفع 200,000، يعني ميقدرش يرجع في العقد. وبعد 3 شهور من دلوقتي، بعد مرور 3 شهور، ايه اللي حصل؟
نزلت آلات أحدث، إنتاجيتها الإنتاجية أعلى، تكاليف الإنتاج أقل، حتى ثمن الشراء أقل. طب السؤال بقى، الأحسن إن أنا أشتري آلة بسعر أقل وإنتاجيتها أعلى وتكاليف الإنتاج فيها أقل، ولا أشتري آلة عادية زي اللي احنا اشتريناها؟ طبعا القرار الأفضل إن أنا أشتري الآلات الجديدة اللي نزلت، بس للأسف أنا أخدت قرار قبل الوقت اللازم. طب أنا أخد قرار قبلها ب5 شهور ليه؟ أنا واخدها قرار قبلها ب6 شهور، الوقت المناسب أنا بطلبها من المورد بيجيبها بشهر. طيب شهر وأسبوع في المنطقة دي كده ممكن أخد القرار، لأن الظروف ممكن تتغير. يبقى أنا ممكن أخد قرار قبل الوقت المناسب. الحقيقة لو ما خدتش القرار، لو أخدت القرار قبل الوقت المناسب، الظروف المحيطة ممكن تتغير، وزي ما احنا عارفين طالما الظروف المحيطة اتغيرت، المعلومات المتوفرة أمام متخذ القرار هتتغير، وبالتالي القرار ممكن يتغير. يبقى أنا المفروض ماخدش قرارات قبل الوقت المناسب. طيب القرار بعد الوقت المناسب، الحقيقة القرار بعد الوقت المناسب بيعمل مشاكل كتير، ده بيؤدي إلى تفاقم المشكلة، مشكلة بتزيد. انت مش بس كده، ده بيؤدي إلى مشاكل أخرى. طب تعالوا ناخد مثال، لو أنا عندي آلة وفيها جزء معين، الجزء ده حصل فيه عطل، وبعدين حضرتك كمدير عمليات او مدير العمليات، بلاش حضرتك، حضرتك اكيد طبعا بعد دراسة المادة هتاخد قرارات صح، مدير العمليات في المنظمة دي سأل مدير الصيانة هل الآلة ممكن تشتغل؟ قال له ايوه الآلة ممكن تشتغل، بس ده غلط على الآلة. قال له خلاص نقوم بتأجيل القرار لمدة أسبوع، لأن أنا مش فاضي دلوقتي، عندي قرارات أهم أو ما عنديش الوقت. طيب بعد أسبوع الجزء ده أثر على 3 أجزاء تانية، وده أدى إلى عطل الآلة، يبقى المشكلة تفاقمت. ده رقم واحد. ولما الآلة دي عطلت، خط الإنتاج كله حصل فيه عطل. خط إنتاج يعني إيه؟ يعني نفترض إن أنا بصنع قلم كده، القلم بصنع فيه البادي وبصنع فيه اللباسة بتاع القلم، الآلة دي كانت بتصنع اللباسة، يبقى بيتم تصنيع البادي كله وسن القلم وأنبوبة الحبر، هنا بيتم تصنيع اللباسة، بعد كده بيتم تركيب القلم وبيعه. السؤال، هل ينفع أطلع منتج من عندي أو قلم من غير جزء منه؟ ما ينفعش، في خط الإنتاج كله وقف، المنظمة اتأخرت عن مواعيد التسليم ودفعت غرامات وفقدت طلبيات أخرى، في ناس كتيرة سحبت الطلبيات بتاعتها، وكل ده ناتج عن تغيير جزء صغير ممكن تمنه لا يتعدى 2000 ريال، بس تم اتخاذ او تم تأجيل القرار لوقت بعد الوقت المناسب. الوقت المناسب انه كان مجرد ان الجزء ده يعطل، كان اخد قرار باستبدال الجزء ده، وعلشان نستبدل الجزء ده لازم ان انا اشتري او اختار ما بين 3 قطع غيار، هو الحقيقة ما اختارش، ما اخدش القرار، ده ادى الى تفاقم المشكلة، المشكلة زادت وادت الى حدوث مشاكل اخرى. نشوف احنا موجود عندنا ايه في السلايدز بتاعتنا. يبقى ان انا ممكن اخد قرار في وقت غير مناسب، القرارات غير المناسبة ممكن تاخد في وقت غير مناسب، ممكن تاخد مظهرين، اتخاذ القرارات في وقت متأخر عن الوقت المناسب، او اتخاذ قرارات في وقت قبل الوقت المناسب. زي ما شفنا اتخاذ قرارات في وقت متأخر عن الوقت المناسب ده بيؤدي الى تفاقم المشكلة، خلق العديد من المشاكل. اتخاذ قرار قبل الوقت المناسب ده بيؤدي إلى حدوث أضرار نتيجة تغير الظروف فيما بعد. هاي الخطأ الثالث والأخير هو اتخاذ القرار وعدم متابعة تنفيذه، ده مش هنتكلم فيه كتير لأن احنا قلنا مثال من شوية. فاكرين لما اتكلمنا وقلنا إنه واحنا بنشرح خطوات اتخاذ القرار، قلنا إنه يجب متابعة
التنفيذ، ولما تابعنا التنفيذ ده أدى إلى إن إحنا رجعنا أعدنا النظر في البدائل واخترنا بديل آخر. طيب نفترض إن أنا خدت قرار في قسم أو في إدارة الإنتاج والعمليات وما تبعتوش زي القرار ده، الحال القرار ما كانش هيتنفذ، أو ساعتها هفكركم تاني كان هيتنفذ بس كان هيتنفذ بشكل خاطئ. فاكرين لما قلنا إنشاء جهاز الصيانة وتدريب العمالة، قلنا إن العمالة هتتكلف 60، إنشاء جهاز صيانة 70. بس بعد ما أخدت القرار بتدريب العمالة لأنه أرخص، العمالة طلبت رواتب أكتر 20,000، فبقت تكلفته 80. فأنا لو ما تابعتش اتخاذ القرار كنت هاخد قرار غلط، لأن القرار ده هيكلفني 80، أو لو ما تابعتش اتخاذ القرار كان الناس اللي بتنفذ القرار مش هتنفذه لأنه هيكلف 80 وأنا خصصت 60، يبقى المفروض اتخذ قرار وتابع تنفيذه، لأن اتخاذ القرار وعدم متابعة تنفيذه ملوش أي قيمة. حاجة تانية إن معظمنا بياخد قرارات والحقيقة ما بينفذهاش، يبقى كأنه ما أخدش قرارات لأنه لم تتأثر حياته بقرار لم ينفذ. ده برضو بيحصل في إدارة العمليات، المفروض أخد القرار أتابع تنفيذه عشان أتأكد إنه تم تنفيذه بالشكل الصحيح، أو ممكن أعيد اتخاذ القرار مرة أخرى أو أخد قرارات تانية مكملة ليه. والحقيقة دي كانت النقطة الرابعة، اتكلمنا فيها عن فعالية مدير الإنتاج والعمليات في اتخاذ القرارات، اتكلمنا فيها عن 3 أخطاء بيقع فيها. قبل ما نختم المحاضرة زي كل مرة عايز أقول لحضراتكم إحنا خدنا إيه النهاردة. الحقيقة إحنا خدنا 4 نقط. النقطة الخامسة هي الخصائص الشخصية لمتخذ القرار، ما كملناهاش. أول نقطة هي كانت مفهوم القرار واتخاذ القرارات، اتكلمنا فيها عن مفهوم القرار، اتكلمنا النهاردة وكملنا خطوات اتخاذ القرار. لو رجعنا للسلايدز بتاعتنا هنلاقي أول نقطة كانت مفهوم القرارات زي ما قلت لحضراتكم. النقطة التانية كانت البيانات والمعلومات. فرقنا ما بين البيانات وما بين المعلومات، عرفنا إن في فرق بينهم، عرفنا إن المعلومات يجب تجهيزها حسب طبيعة الشخص نفسه حسب طبيعة المشكلة، إن المعلومات ممكن اللازمة لاتخاذ قرار ممكن تتغير من وقت إلى آخر. بعد البيانات والمعلومات اتكلمنا عن مناخ اتخاذ القرار، قلنا إن مناخ اتخاذ القرار بيكون 3 حالات: حالة التأكد التام، يبقى حالة التأكد التام أو حالة المخاطرة. الحالة الثالثة كانت حالة عدم التأكد، ودي كانت النقطة الثالثة النهاردة. بعد كده رحنا للنقطة الرابعة لسه قايلينها دلوقتي، وهي الأخطاء الشائعة عند اتخاذ القرارات، وأخدنا فيها حاجتين، أخدنا فعالية مدير العمليات أو الإنتاج والعمليات عند اتخاذ قرار لابد من توافر 3 شروط شفناهم مع بعض. الحاجة التانية أخدنا الأخطاء، قلنا إن الأخطاء دي 3 حاجات: أول حاجة إن أنا آخد قرارات مسكنة، الحاجة التانية هي اتخاذ القرارات في وقت مناسب، الحاجة الثالثة هي عدم متابعة تنفيذ القرار أو اتخاذ القرار وعدم متابعته. أتمنى إن المحاضرة تكون خفيفة، حضراتكم تكونوا فهمتوها، تكونوا مسكتوها. لسه قايلين دلوقتي إن إحنا أخدنا 4 حاجات: مفهوم القرارات واتخاذ القرارات، اتكلمنا فيها عن القرار وخطوات اتخاذ القرار، البيانات والمعلومات اتكلمنا فيها عن حالة التأكد التام، حالة البيانات والمعلومات اتكلمنا فيها عن الفرق ما بين البيانات والمعلومات، مناخ اتخاذ القرارات اتكلمنا فيه انه عندنا 3 حالات: حالة التأكد التام، حالة المخاطرة، حالة عدم التأكد. الأخطاء الشائعة عند اتخاذ القرارات اتكلمنا فيها عن نقطتين مش عن الأخطاء بس، اتكلمنا عن فعالية مدير العمليات، قلنا انه لابد من توافر
أو بيقوم من خلال مهارته وابتكاريته بثلاث حاجات. الحاجة الأولى إن هو يتكيف مع البيئة الخارجية، إنه يتوقع الحاجات اللي ممكن تحصل في البيئة الخارجية والداخلية، إنه يستخدم البيئة الخارجية الداخلية التي يمكن التحكم فيها في التكيف مع البيئة الخارجية. بعد كده اتكلمنا عن الأخطاء، ودلوقتي بننهي محاضرتنا ونشوفكم في محاضرة قادمة إن شاء الله بإذن الله، وشكرا.